السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. وأنا عاوتاني جيت ديما كنجي وكنجيب لكم الجديد. كما كتشوفوا مازالت عملية ديال التصدير خدامة في هذا الصباح، ومجموعة من المواطنين والمواطنات توافدوا علينا في هذا الصباح، جاو هذا الصباح باش يعيشوا هذه اللحظة التاريخية ديال انطلاق أول سيارة إن شاء الله بالنفع. العملية ديال الإصلاح ديال هاد البلاصة خدات لينا واحد الوقت كبير، وكان عندنا مشكل ديال الحجارة، ورغم ذلك فكانوا الناس عند التحدي ديالهم. عبد الرزاق تبارك الله على السي عبد الرزاق، إذا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله يسخر. إذا إخواني أخواتي حنا غاديين معكم كما كتشوفوا، مجموعة من المواطنين جاو لينا من سلا، وكاين واحد المجموعة ديال الإخوان كلهم لبوا النداء وجاو. تبارك الله ما شاء الله، مرحبا مرحبا هذوك السلاويين، تبارك الله عليكم، تبارك الله الناس ديال سلا، تبارك الله على الناس ديال الرباط اللي جاو هاد الصباح باش نشوفوا أول سيارة اللي غادي تدوز لينا. إذا ما هي إلا لحظات إن شاء الله وغيكون عندنا الحدث وتنطلق لنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا إخواني أخواتي انتظروا النهاية ديال أشغال ديال النفق. إذا خليتكم على خير، انتظروا فيديوهات غيكونوا مقطعين بزاف اليوم، خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك. وانا مشيت.